الفقرة دي بقى في ليلة رأس السنة هي احتفالية بنوع خاص بنستخدم فيه نوع من الآلات الموسيقية. أول ما نسمعها بنحس كده بالبهجة والسعادة زي ما شفتوا حضراتكم، يعني نحس إننا كده في حالة من الانبساط الجميل من الآلات دي، الطبلة. والنهاردة جبت لكم الحقيقة فنان وعازف ماهر جدا جدا على الطبلة، موهبته حققت من مشاهدات عالية جدا على مواقع السوشيال ميديا. معانا النهاردة مارين المصري، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس إعلام من الجامعة الأمريكية، وكمان بيدرس في الكلية المصرية للطيران، وهو منورني النهاردة. كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب، سنة سعيدة عليك يا دكتور. وعليك إن شاء الله، وتبقى سنة حلوة جدا وجميلة بإذن الله إن شاء الله. أمنياتك إيه في سنة جديدة؟ قول. أمنياتي نحقق نجاحات أكتر إن شاء الله. لو أنت ما شاء الله مكسر الدنيا يعني. ربنا يخليك ولا أي حاجة. الله. قول لي بقى أنت إزاي يعني رحلتك من الجامعة الأمريكية للطبلة؟ الجامعة الأمريكية دي علشان أنا لازم أدرس، فأنا هدرس. بس أنا بحب إيه؟ أنا بحب الطبلة. طبلة. سمعت المزيكا، سمعت كانت جميلة إزاي. ده دي حاجة بتحركني كده من جوه. قول لي أول فيديو عملته عمل ضجة كان إيه؟ أول حاجة كبرت قوي كده عملت أغنية لقيت الطبطبة. كنتش متخيل ان هي تعمل اي حاجه، بين يوم وليله صحيت لقيتها مليون مشاهده، تاني يوم 2 مليون، تالت يوم 4 مليون، خامس يوم وصلت بعد اسبوع مثلا 10 15 مليون. كانت حاجه ما توقعتهاش يعني.